بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذه تغطيتنا متواصلة معكم في كل يوم حول ما يجري وحول كل الأحداث الحالية في غزة وهذه الحرب المستعرة. والحمد لله رب العالمين، أحداث كثيرة تتسارع بشكل مستمر ودائم ليلا ونهارا، حتى أن الناس اللي بتتابع باستمرار ما بتنام الليل أو بتصحى الصبح بتحس أنه قلقة وحزينة لما يحدث، ولكن فرحة ومسرورة لهذه العزة والكرامة والمفاجأة التي أطلقتها المقاومة، والحمد لله رب العالمين. لا نريد أن نتحدث كثيرا، ولكن نريد أن ننتقل للميدان أكثر ونأخذ الصورة بشكل أعمق وبتفصيل أكثر. نبدأها بالاتصال بالزميل المراسل هناك سيد سامي برهوم. يعطيك العافية أخ سامي. يعطيك زميل أحمد، معك. نعم تفضل. حياك الله أخ سامي. بداية حدثنا آخر المستجدات الميدانية بشكل عام، الآن كيف هي الأمور؟ نعم أحمد، يمكن القول نحن الآن في اليوم التاسع على التوالي من استمرار العدوان الإسرائيلي والعمليات العسكرية تجاه القطاع بمشاركة سلاح الجو، المدفعية الإسرائيلية، البحرية، وكذلك كل الأدوات العسكرية الإسرائيلية بدك وقصف كل المناطق في قطاع غزة. يمكن القول بأننا نحن الآن أمام استمرار في هذا التصعيد. الآن أنا أتحدث معك وقبل قليل كانت هناك غارة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في حي زيتون، استشهد فيها شاب يبلغ من العمر 18 عاما ومصيب آخرين. الليلة الماضية نحن كنا أمام تطورات كبيرة جدا. الجيش الإسرائيلي للليلة الثالثة على التوالي عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي أو بتوقيت القدس، وبطبيعة الحال يتزامن مع توقيت عمان، تأتي طائرات إسرائيلية وتقصف بشكل جنوني المناطق الحيوية في قلب مدينة غزة، وهذا بطبيعة الحال ما حصل الليلة الماضية وما سبق ذلك وما سبقها أيضا. وبالتالي ما يمكن أن نشير إليه، صحيح أننا الآن في اليوم التاسع على التوالي من هذا العدوان، لكن يبدو إسرائيل بأنها تتعامل بتكتيك ميداني على ضوء أن المقاومة الفلسطينية تكثف من رشقاتها الصاروخية بعيدة المدى متوسطة المدى. وكذلك اليوم تبعنا مئات قذائف الهاون التي أطلقت اتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من السياج الأمني مع غزة، ما أدى إلى مقتل 2 من الإسرائيليين وإصابة آخرين بينهم إصابات بالغة الخطورة. أحمد، أنا أشير للأرقام أيضا. واقع غزة الآن نتحدث ونحن في اليوم التاسع من العدوان المستمر، قصفت غزة بأكثر من 1600 غارة جوية وكذلك من سلاح المدفعية والبحرية. حتى هذه اللحظات نتحدث عن 215 شهيد بينهم عشرات الأطفال والنساء. 156 برج ومبنى سكني دمرت كليا، 73 مقر حكومي دمر بشكل كامل، 57 مدرسة تضررت، 33 مقر ومؤسسات اقتصادية تضررت. الخسائر في القطاع الزراعي تجاوزت 22 مليون دولار، 27 مليون دولار خسائر في منشآت اقتصادية ومصانع، 5 مليون دولار في ما يتعلق بالمركبات في ظل قصف المناطق والمنشآت الحيوية في قطاع الاتصالات. هناك أيضا إشكاليات وخسائر بمليون الدولارات. البنية التحتية والشوارع الرئيسية التي دمرت تتجاوز الخسائر 22 مليون دولار، 8 مساجد دمرت بشكل كامل، و29 مسجد تضررت بشكل جزئي. حتى هذه اللحظات وأنا أتحدث معك أحمد، هناك قرابة 45 ألف فلسطيني نازح من المناطق الحدودية تجاه مراكز الإيواء في مدارس الأنور وفي قلب مدينة غزة، هروبا من القصف الإسرائيلي، مع إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بأزمة في الكهرباء وأزمة في المياه والبنية التحتية والاتصالات والإنترنت وقصف المناطق الحيوية في غزة. وأشير أيضا أحمد بأن الوضع الميداني في غزة لازال تحت دائرة التصعيد، بمعنى قبل قليل كان هناك تصريح في جلسة تقييم أمني للكبنات الإسرائيلي بحضور بنيامين نتنياهو، وكان هناك إعازة باستمرار العمليات العسكرية تجاه القطاع، وكان واضحا بأن الليل أو في كل ليلة هي هدف إسرائيل باستهداف البنية التحتية والمناطق الآمنة أو المكتظة بالمواطنين لإيقاع أكبر قدر من الخسائر في المواطنين أو في البنية التحتية أو في المباني السكنية أو المقرات الحكومية أو المواقع العسكرية والمناطق الحيوية والاقتصادية في غزة. وبالتالي ما يمكن أن نشير إليه بأنه على أقل تقدير في مناطق الشمال هناك قرابة ربع مليون مواطن هم بلا مياه، وآلاف المنازل باتت مهددة بكوارث في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وصعوبة تحرك الدفاع المدني وسيارات الإسعاف. غزة تحت قصف إسرائيلي. صحيح أن المقاومة الفلسطينية حتى هذا اليوم التاسع أطلقت قرابة 3300 صاروخ منذ بدء العدوان،
لكن أيضا أشير بأن أهداف إسرائيل في غزة هي استهداف المدنيين بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية. نعم. صحيح أن هناك يمكن القول أحمد وجود تحرك سياسي دبلوماسي من الوسطاء، الوسيط المصري، القطري، الأممي، بل حتى كبار الدبلوماسيين الأمريكيين يتواصلون ويضغطون سواء كان مع القيادات في الفصائل الفلسطينية أو مع الجيش الإسرائيلي، لكن كان واضحا بالأمس في مجلس الأمن في الجلسة الثالثة وضع الفيتو الأمريكي ولم يتم إدانة إسرائيل أو الموافقة على شكل من أشكال وقف إطلاق النار. الوضع الميداني لا زال متدحرج بمزيد من التصعيد. سننتظر الساعات القادمة الليلة هذه بالغة الأهمية، سنراقب كيف يمكن أن تتعامل إسرائيل. الليلة الماضية كما أشرنا 60 طائرة إسرائيلية شاركت بضرب 65 هدف عن طريق 110 صواريخ من سلاح الجو والمقاتلات الحربية وكذلك من المدفعية، وبالتالي نحن منذ اليوم التاسع نقوم في جولات في غزة. غزة دمرت، معالم المدينة تغيرت، المناطق الحيوية قصفت، مباني على سكينيها تم إسقاطها، أعداد كبيرة في الضحايا، في الإصابات بالغة الخطورة، رقص حاد في المستلزمات اللازمة داخل مستشفيات غزة المزدحمة بالجرحى وخاصة بالغة الخطورة. وبالتالي غزة الآن تعيش في حرب وليس في تصعيد. ما نعيشه هي أجواء حرب عام 2014، ولا زال العدوان الإسرائيلي متواصل اليوم التاسع على التوالي. نعم. طيب أخي سامي، لو قارنا ما يحصل الآن بما حصل بال 2014 من حيث القصف وسلوك المحتل في القصف، كيف ممكن يعني التفرقة بين ما حصل وما الذي استجد عليهم بطريقة القصف وبالأهداف كذلك؟ نعم أحمد، إسرائيل بدأت هذا العدوان والتصعيد بما انتهت فيه في حرب عام 2014. عندما انتهت الحرب أنا قبل 6 سنوات حددت أنها عندما تعود لضرب غزة ستبدأ بالأبراج السكنية، وهذا ما حصل وكان مفاجئا صادما، أن المنطقة الرئيسية الحيوية شريان الحياة في غزة وهي ما تعرف بمنطقة حي الرمال دمرت أبراجها بشكل جنوني. أبراج تتجاوز 4 و5 و16 طابقا سويت بالأرض. هناك أبراج تتضمن مؤسسات إعلامية كشبكة الجزيرة ووكالة الأنباء الأمريكية، قناة الأقصى الفضائية، قناة القدس، إذاعات محلية، كلها دمرت تماما، تم تسويتها بالأرض. لا خطوط حمراء، إسرائيل دخلت بقوة، حاولت أن تضع ما تسمى بقوة الردع لمحاولة الضغط على المقاومة الفلسطينية، قامت بتدمير المناطق الحيوية وإسقاط المنازل على سكنيها سابق الدار. على سبيل المثال أنا الآن أتواجد في مكتب العمل، على 200 متر قصف منزل قبل يومين وكان فيه عشرات العائلات، قتل أو استشهد فيه 45 فلسطيني تم إخراجهم من تحت الأنقاض، عبارة عن أشلاء، ثلثهم من الأطفال والثلث الآخر من النساء، خرجوا عبارة عن أشلاء. إسرائيل ضربت بشكل جنوني دون سابق انذار، ارتكبت منذ اللحظة الأولى مجازر بحق الفلسطينيين، وهي حتى هذه اللحظة تتعامل بهذه السياسة. كل من يتحرك على الأرض هو في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، بل حتى الآن نحن اقتربنا من هذه الليلة، الآن كل من داخل البيت ينتظر ويقول أين سيكون القصف هذه الليلة. هذا بات حال سكان غزة، القصف في كل مكان ولا أحد يعرف أين ستقصف إسرائيل. تقصف الشوارع، البنية التحتية، المناطق الحيوية، الأبراج السكنية، المباني المكتظة بالمواطنين، كل شيء لا خطوط حمراء منذ الصباح. نعم. نتجول، غزة دمرت تماما والمناطق الحيوية باتت تحت الاستهداف الإسرائيلي. طيب سامي، يعني محاولات التهدئة إشمالا، حتى كمحاولات نعلم أنه لم يحصل أي تهدئة، ولكن هل كمحاولات أثرت أحيانا على إن كان على القصف أو حتى على المقاومة بإطلاق الصواريخ، أم أن الأمور نعم الإجابة هي بالميدان. الميدان اليوم كتائب القسام، سرايا القدس، ألوية الناصر، لجان القوم الشعبية، أبو علي مصطفى، كلهم كثفوا من إطلاق وابر كبير من قذائف الهاون اتجاه المناطق الإسرائيلية، بل اليوم قتل 2 من الإسرائيليين وأصيب آخرين بإصابات بالغة الخطورة، وأطلقت الصواريخ باتجاه بئر 7 عزود عسقلان. وقال كتائب القسام أيضا بأنها استهدفت بعض المواقع العسكرية الهامة التي تتبع للجيش الإسرائيلي. هذا الضغط الميداني الآن المتبادل بين الطرفين يقرأ بما لا شك فيه كورقة ضغط فيما يتعلق بالحراك السياسي، لكن الأكثر أهمية تقول الأجنحة العسكرية بأن ما يجري الآن من تصعيد إسرائيل تجاه القطاع كان بفعل أن المقاومة الفلسطينية، وعلى لسان القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، قال بأن غزة لن تترك القدس، وبالتالي القدس حي الشيخ جراح بحركة المسجد الأقصى
هي من دفعت غزة للدخول في هذه الجولة من التصعيد الكبير. نعم. الآن في ورقة ما يعني ما كما يقال في داخل الغرف المغلقة، الأحاديث، النقاشات، الاتصالات، الوسطاء، كل ما يدور أن المقاومة الفلسطينية تتمسك بالشروط التي بدأتها منذ بدء الأدوان بالقول لن نتراجع أو لم يتم وقف إطلاق النار إلا باستجابة تصعيد لهذه الشروط. ما هي؟ وقف الاعتداءات في حي الشيخ جراح، الانسحاب من باحات المسجد الأقصى ورفع كل القيود الإسرائيلية بحق المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى، ثم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون تقدم فيما يتعلق بشروط أو مباحثات أو آلية ترتيب فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. لكن ما يمكن أن نشير إليه استنادا للتصريحات التي تصدر من المستوى السياسي رفيع المستوى خاصة من حركة حماس، لا وجود اختراق حقيقي يذكر حتى هذه اللحظة في جهود وقف إطلاق النار، وهذا بسبب التعنت الإسرائيلي. نتنياهو قال حتى هذا اليوم بأنه يشن هذه العملية العسكرية تجاه القطاع بدعم وضوء أخضر من الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة، وما يدلل على ذلك هو أن مجلس الأمن فشل للجلسة الثالثة على التوالي باتخاذ قرار لإدانة إسرائيل أو ربما الاتفاق على وقف إطلاق النار، والسبب في ذلك هو الفيتو الأمريكي. وبالتالي إسرائيل لديها كما تقول هدف استمرار هذه العملية. المؤكد الآن أن إسرائيل تبحث عن صورة انتصار، هي تريد أحد رؤوس المقاومة الفلسطينية ليقتل، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار. في حرب 2014 كانت هناك حرب شرسة استمرت 51 يوما، قامت إسرائيل في اليوم الأخير باغتيال ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في كتاب القسام وأعضاء في المجلس العسكري وهم رائد العطار ومحمد بشمالة ومحمد برهوم، ثم خرج نتنياهو وأعلن أن هذه هي صورة الانتصار وأوقف الحرب على غزة. هو الآن يبحث عن ذلك، سرى غزة تزدحم بسلاح الجو الإسرائيلي في كل مكان. نعم. تريد هدفا، تريد انتصارا، ربما يحسن صورة نتنياهو، يريدون اغتيال أحد من قادة المقاومة، لم يستطيعوا حتى هذه اللحظة. وبالتالي الوضع الميداني بالغ الخطورة، إسرائيل في أي لحظة قد تباغث، وبالتالي كنا نقول ولازلنا نقول غزة تبقى أرض الربان المتحركة في كل ساعة هناك جدا. نعم. طيب أخ سامي، دكتور فايز أبو شمالي كان قد أعلن أن الأمن الداخلي اعتقل 43 عميل للعدو، وأن ذلك كان بعد اختراق أجهزة الحاسوب للمخابرات الصهيونية. هذا الخبر ما دام ذكره الدكتور فايز أبو شمالي هو صحيح، ولكن هل هناك أي تبعات أو أي معلومات حول ما جرى تحديدا؟ من الجيد أن أشير أولا دعنا أقول بأن كل المخرات التي تتبع لأجهزة الأمن الداخلي بالضبط دمرت تماما من رفح جنوبا حتى شمال بيت حنون شمالا، كلها قطبة إسرائيل، كلها تماما. المواقع العسكرية حتى أنا نجوت قبل ثلاثة أيام وأنا في تغطية مباشرة في مكتبي أثناء قصف المكتب والمقر الرئيسي لجهاز الأمن الداخلي والذي يبعد ربع 30 متر من مكتبنا وقد تم تسويته بالأرض، في رفح دمر المكتب الأمن الداخلي في وسط القطاع في شمال غزة، كل المقرات الأمنية دمرت. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن إسرائيل منزعجة، الذين يعملون هنا في غزة يدركون خطورة العملاء على الأرض، يتحركون بقوة، يراقبونهم. هناك معلومات دون ذكر أرقام تشير بأن بعض العملاء تم ضبطهم وآخرين قاموا بتسليم أنفسهم، هذه معلومات. لكن من الجيد أن نستمع إلى المستوى الرسمي في وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة. بطبيعة الحال هناك جهود مضاعف، بالأمس كانت تم استهداف شقة سكنية في منطقة الرمال، قتل فيها رجل وطفلة، وخرج الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه الغرفة هي تتبع لغرفة العمليات لجهاز الأمن الداخلي. هذا يعني بأن إسرائيل لديها هاجس كبير، هي تدرك بأن الأمن في غزة يعمل بقوة لمحاولة الضبط وملاحقة العملاء الذين يعطون لإسرائيل معلومات وتحركات على الأرض باستهداف المناطق وتتبع المقاومة الفلسطينية أو أماكن إطلاق الصواريخ. وبالتالي الجهات المسؤولة في غزة هي أيضا أمام تحديات، عملية عسكرية واسعة النطاق تقودها إسرائيل، قصف من الجو، عملاء على الأرض، تحرك في كل مكان. أنا الآن أتحدث معك وأيضا الآن أشاهد وابل من الرشقات الصاروخية تطلق باتجاه إسرائيل. طيب سؤالي الأخير سامي، يعني المقاومة مستعدة وجاهزة وقالت أنها حتى لستة أشهر، لكن ماذا عن الناس الآن في غزة؟ كيف يعني، ونحن اليوم باليوم التاسع، كيف هي معنوياتهم؟ كيف هي، هل مثلا نقول هم مع المقاومة تماما أم يتمنون لو أصبحت التهدئة الآن بشكل سريع؟ حدثنا عنهم إذا سمحت.
الإجابة أحمد هي أن غزة عندما دخلت في هذه الجولة من العدوان، كان وقتها الشارع كله في غزة خرج وانتفض وطالب المقاومة بالتدخل لوقف وصد العدوان الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. وبالتالي عندما اندفعت المقاومة للدخول في هذه الجولة من التصعيد مع إسرائيل، جاءت بدافع شعبي هو من غزة، من الضفة الغربية، من القدس، في كافة الأراضي الفلسطينية. وبالتالي الشارع الذي دفع المقاومة الفلسطينية لدخول هذه الموجة من التصعيد مع إسرائيل هو يدرك بأن إسرائيل لن تتهاون بضرب ودك المناطق المدنية، ونحن لدينا تجارب 3 حروب خدناها في حرب 2008، 2012 و2014، وارتكبت إسرائيل مجازر ودمرت البنية التحتية وارتكبت حماقات بحق الفلسطينيين. الشارع يدرك تماما، ولسان الناس في الشارع تقول بأننا نحن ندفع الآن ثمن وضريبة الدفاع عن القدس. لا إحباط في الشارع، لا قلق، هم أصلا بالفعل منزعجون من قيام إسرائيل باستهداف المناطق المدنية، لكنهم يدركون بأن هذه ضريبة من أجل التقدم نحو الضغط على إسرائيل لتغيير في سياساتها للتعامل مع الفلسطينيين انطلاقا من القدس وصولا لغزة التي لا تزال تحت قصف وعدوان إسرائيلي مستمر لليوم التاسع على التوالي. نعم أخي سامي برهوم، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من غزة، شكرا لك زميلي الصحفي سامي، شكرا.